أهلا وسهلا متابعينا الكرام، سعيد بلقياكم في نشرة أخبار المغرب، وهذا هو عنوانها. برلماني بالرحامنة في ضيافة الشرطة القضائية بتهم النصب والاحتيال. ولكن قبل ما نبداو ما تنساوش ديروا جيم الفيديو وتشتركوا في القناة باش ديما يوصلكم جديد الأخبار المغربية. والآن إلى التفاصيل. علمت القناة من مصادر مطلعة أن مصالح الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش أوقفت يوم أمس برلمانيا عن دائرة الرحامنة متهم في قضية النصب والاحتيال. وأوضح مصدر محلي أن توقيف البرلماني جاء بناء على شكاية تقدم بها تاجر زليج يتهم فيها البرلماني الموقوف بالنصب والاحتيال عليه في مبلغ قدر بمليون درهم. وحسب ذات المصادر فإن البرلماني المعني بالأمر كان مبحوثا عنه وطنيا وسلم نفسه لعناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية مع الإدلاء بتنازل موقع ومصادق عليه من طرف تاجر زليج الذي تقدم شكاية إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش.